وحول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا في استوديو مركز الأخبار الأستاذة لطيفة البنوضة، الوكيل المساعد العام للتعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم. بداية أستاذة لطيفة، نهنئكم على بدء العام الدراسي الجديد، وحبذا لو تطلعينا عن كيفية استعداد الوزارة لإنجاح هذا اليوم، وكيف كانت العودة المدرسية للطلبة من خلال انتظامهم في المدارس الحكومية؟ إن شاء الله. بس بادئ ذي بدء، أيضا أنا أهنئ جميع أولياء الأمور والطلبة ومنتسبي وزارة التربية والتعليم، وعلى رأسهم سعادة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي. وفيما يتعلق باستعدادات وزارة التربية والتعليم لبدء العام الدراسي، طبعا احنا الاستعداد ما يكون يعني في ليلة وضحاها، احنا على قدم وساق من شهر 5 قمنا بجميع الترتيبات الخاصة بعملية تهيئة الميدان لاستقبال أبنائنا وبناتنا الطلبة. طبعا فيما يتعلق بالعمل، العمل هو على وتيرة فيما يتعلق بعدة مناحي. كان المنح الأول هو المدارس التي تم إخلاءها، كيف تم إعادة توزيع طلبتها على المدارس المجاورة، أيضا عملية نقل الأثاث وتوفير متطلبات تلك المدارس اللي تأثرت بعملية الإخلاء وتوفير لها الأثاث وتوفير لها المعلمين، بالإضافة إلى توفير طبعا الصيانة إذا كانت تحتاج إلى صيانة وقائية، بالإضافة إلى توفير عدد الكتب لتستوعب الطلبة المستجدين. هذه فيما يتعلق بمدارس الإخلاء. المدارس الأخرى أيضا، المدارس بناء على ما تم فيما يتعلق بالتقاعد الاختياري، كان في تأثير على عدد من المدارس أنه صار فيها نقص من المعلمين، فتم أيضا توفير عدد من المعلمين لسد هذا النقص، وتوظيف الاحتياط ليسد هذه الشواغر. هذه فيما يتعلق بجانب المعلمين. أيضا في عندنا طلبات منذ الأعوام السابقة فيما يتعلق بنقل المعلمين من وإلى المدارس الأخرى، وأيضا تم اتخاذ اللازم من قبل بداية العام الدراسي هذا. أيضا فيما يتعلق بالطلبة من المدارس الخاصة، تم فتح باب التنقلات للطلبة من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية. أيضا تم توزيع جميع الكتب على المدارس قبل دخول الطلبة إلى المدارس، فبالتالي تم توزيع الكتب على الطلبة مع بداية العام تاريخ 4 و5 و8 على جميع الطلبة قبل ما يبدأ العام الدراسي. بكل تأكيد جهود جبارة أستاذة لطيفة. ولكن قبل عودة الطلبة للمدارس، نفذت وزارة التربية والتعليم العديد من اللقاءات ورش العمل مع المعلمين وأعضاء الهيئات الإدارية والقيادات المدرسية لإعدادهم لبدء العام الدراسي بشكل المناسب. ما هي أهم المحاور التي تناولتها هذه اللقاءات والأهداف التي تحققت من خلال عقد مثل هذه اللقاءات؟ طبعا احنا سوينا اول شيء حق مدراء المدارس 3 لقاءات. اللقاء الاول لدراسة الخطة الجديدة في ظل إعادة توزيع المعلمين على المدارس. 2 فيما يتعلق بالمدراء والمدراء المستجدين، تم تهيئتهم لهذه الوظيفة الجديدة لأنها لها متطلبات، بالإضافة إلى تقديم لهم الدعم والمساندة وآليات العمل في الميدان. فيما يتعلق بالدفعة الثالثة اللي هي المدراء والمدراء المساعدين الموجودين بشكل عام في جميع مدارس مملكة البحرين، تم أيضا عقد لقاء موسع معهم لتوضيح الآليات وأيضا لتحديد المسؤوليات، بالإضافة إلى شنو هو سبل الدعم اللي ممكن أن تقدمهم الوزارة للمدارس بحيث أنه يبدأون عام دراسي خلينا نقول بقليل من التحديات. بالإضافة إلى ذلك احنا ركزنا على الأولويات أن تكون مدارسنا ملهمة مرحبة متعلمة. فبالتالي على مدراء المدارس أن يأخذوا بعين الاعتبار هذه 3 المسارات بحيث أن احنا بالفعل مدارسنا تكون متعلمة. أيضا نركز على عملية الإنجاز الأكاديمي وعلى الإتقان وعلى توفير جميع متطلبات تنفيذ المقررات الدراسية. فبالتالي احنا نسقنا مع مدراء المدارس كيف يتم إدارة هذه المدارس، بالإضافة إلى توزيع قرص ممغنط
في جميع التعاميم اللي تم توزيعها. قد يكون المدير جديد مستجد على المدرسة، نعم. فبدل ما يروح يبحث عن تعميم سبق طرحه، نعم. يرجع إلى هذا الملف يجد فيه جميع التعاميم اللي تم إصدارها من قبل وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى أدبيات كيفية التعامل مع القضايا اللي راح تمر عليه داخل المدارس. نعم، الأستاذة لطيفة البنوضة، الوكيل المساعد للتعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم، نهنئكم مرة أخرى ببداية العام الدراسي الجديد، متمنين لكم التوفيق والنجاح في إدارة العملية التعليمية في مملكة البحرين. شكرا على حضورك مركز الأخبار. العفو، بس أحب أقول شغلة واحدة، ترى صحيح. إحنا جميع الطلبة وأولياء أمورهم والطاقم الإداري والتعليمي أسندنا 4 خطوط اتصال، نعم. بإمكانهم أن يتصلون عليها لأي طارئ يحصل أو أي متطلبات، إحنا حاضرين لتوفيرها لهذه المدارس، للتواصل مع الجمهور، نعم. بغض النظر عن الخط الساخن اللي موجود يوميا والأهالي يتواصلون بكل عليه. تأكيد. شكرا جزيلا على الاستضافة، شكرا جزيلا على تواجدك في مركز الأخبار تلفزيون البحرين، وتمنياتنا لكم بعام دراسي موفق. شكرا.